بلاوي، ويجي لنا ليله مجلس الوزراء جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم التالي اللي احنا رايحين نحضر فيه، وتفاجئ ان الجدول عباره عن شراء عربيات لوزاره كذا، الموافقه على مش عارف ايه، امر مباشر للمقاولين العرب. تقرا ال تحس مره قلت دكتور هشام غير مش في البلد دي. يعني انا مره قلت دكتور هشام، والحقيقه ما كانش انا بس، كان كذا وزير تانيين معترضين على اللي بيحصل. ايه ده؟ قلنا الدكتور هشام قبل ما نبدا المجلس، هي الاجنده اللي جات لها دي مظبوطه؟ قال اه مظبوطه. لا دي في مصر قلنا يعني، له يعني دي لو في سويسرا، لو في احلى بلد يعني. ايه الكلام ده؟ احنا فين فقال لنا كلمه الحقيقه دي كانت من ضمن الحاجات اللي خلتنا كلنا نبقى يعني. خلي بال حضرتك برضو ان في بعد كده في شهر خمسة او في شهر ستة في خمس وزراء سألوا برضو لنفس السبب يعني. بس قال لنا كلمة غريبة جدا، قال لنا في مصر 90 مليون بيشتغلوا في السياسة دلوقتي، اللي هم كل المصريين كل المصريين، لكن ال30 واحد دول في مجلس الوزراء لازم يركزوا في شغلهم ومالهمش دعوة بالسياسة، عشان الناس الصبح تقوم تلاقي عيش وتلاقي ابوه بتجاز وتلاقي اتصالات وتلاقي مش عارف ايه، بس ما كانتش بتلاقي احنا الناس. طبعا فخلينا احنا في شغلنا ملناش دعوه بالسياسه. قلنا له يا معالي الرئيس، هو في الدنيا مجلس وزراء ملوش دعوه بالسياسه؟ يعني المنطقه يعني انا مش عارف دي في اي بلد. ايه البلد اللي تقول لي مجلس الوزراء ملكوش دعوه بالسياسه؟ يعني كل اللي حصل في حوالينا ده واحنا مش هنناقشه خالص، ما كانش بيطرح، لا مش هنتكلم فيه. فدخلنا في صراعات، طبعا حصل بقى الاعلان الدستوري المكمل وحصل شويه مشاكل تانية، فحسيت ان انا مش قادر اكمل. بس كان في كلام انه بيحصل تسجيل اجتماعات مجالس الوزراء وكانت بتروح لمكتب الارشاد كان عندنا الاحساس ده. انا عن نفسي ما عنديش معلومه في هذا الموضوع، لكن كان الاحساس جاي لنا من اكتر من حاجه حصلت ادتنا هذا الاحساس. زي ايه فن؟ ان في نص الاجتماع تلاقي رئيس الوزراء دخل له حد خرج بره ورجع فتح موضوع جديد، حاجات كده. ده بنستغرب لها، الاجنده كانت بتتغير على الهواء. لكن ما كناش، ما عنديش انا ما عنديش اي معلومه تخليني اقول ان ده كان حاصل، لكن كان عندنا شكوك ان ده كان حاصل. طيب قدمت استقالتي، ما قابلوهاش، وقعدوا اسبوعين ما فيش اي رد، فاضطريت ان انا احطها على عملت 5 تويتات موجودين لحد دلوقتي على التويتر، وقلت فيهم بقى ان انا قدمت استقالتي منذ شهر ولم يتم البت فيها، وفي انتظار تعيين وزير اتصالات جديد، وحطيت بقى 5 تويتات كده يعني بخرج بره هذا الموضوع تماما. وقبل ما اقوم من على الكنبه اللي كنت قاعد عليها في البيت، انا كنت حاططهم بالليل، لقيت بقى على الشريط تحت كده مش فاكر كانت قناه ايه، استقاله مفاجئه لوزير الاتصالات المصري يعني. تاني يوم طبعا رحت لقيت بقى الدنيا يعني مشتعلة، وقابلت الدكتور هشام وقابلت الدكتور مرسي، وحاولوا بكل الطرق ان هم ان انا اطلع اعمل مؤتمر صحفي لتجذيب الاستقالة. فقلت لهم مش حاضر. بس الحوار كان ايه يعني قال لك ايه؟ الحوار احنا في فترة قليلة يعني، دي حكومة مؤقتة في جميع الاحوال، وكلها كم شهر وكلنا هنمشي، و ما تنطش من المركب. ده هشام كده؟ ده هشام والدكتور محمد مرسي. والله كان متنبأ هو، يعني مرسي قال لك كلها كام شهر ونمشي. بس ما كانش متخيل ان هو اللي هيمشي. ما كانش يعني هو كان بيتكلم على الحكومه. الحكومه سبحان الله ما هي صابته كلها شهرين ثلاثه، وانا قلت لها الحقيقه انا مش قادر اكمل. افضل لكم وافضل للبلد، وكتبت كده على التويتر. قلت ان افضل للبلد وافضل ليا ان انا ما كنتش موجود في هذا التوقيت، لاني مش قادر اكمل. وقلت الحقيقه كمان ان يعني قابلت الوزارة عشان خاطر مصر، وبستقيل عشان خاطر مصر. وكل الكلام ده متسجل على التويتر، والكلام ده كان في يعني في يناير. مشيت بقى من الوزارة وجابوا حد وزير جديد، وخرجت تماما من المجال السياسي خالص في يناير. في يناير ورجعت اشتغل بقى شغلي الخاص يعني. لحد ما جه الدكتور حازم ببلاوي شكل الوزاره. بس الاول فندم قبل ما نروح للدكتور حازم، يعني انت كان في وزراء اخوان في ال شوف حضرتك، كان في وزراء اخوان كانوا اكتر من 12 وزير اخوان. و يعني على المستوى السياسي كانوا كلهم التوجه بتاع الاخوان بنفس الطريقه بنفس الكلام بنفس الوضع. على المستوى الفني كل واحد في وزارته كان فيهم 2 الحقيقه كانوا معقولين، والباقي لا يمتوا بصله خالص، لا مش علاقه
حضرتك اقول لك بقى، ما دام احنا بنتكلم في الاعلام، وزير الاعلام اللي كان موجود، وزير الاعلام كان صعب جدا. يعني عايز متولي. كان حاجه صعبه جدا، لدرجه ان حتى رئيس الوزراء في هذا الوقت الدكتور هشام كان ما بيرضاش يديله الكلمه، لان يعني شايف ان كل مره بياخد الكلمه يقول كلام اي كلام. فهم هو كان متفرغ للتحرش شو الراجل؟ لا هو تحرش لفظي. لا والله ايوه على هوا. لا ما انا مش بقولش وقاع، بقولش نميمه يعني. لا لا لا، ما هي كان كلام معروف كله يعني. اللي حصل ده كان يعني كل الناس اتكلمت عليه، لكن ما كانش غريب بالنسبه لكم هذه السقطات منه يعني؟ لا ما كانش غريب، لان احنا كنا شايفينه في الوزاره، يعني في مجلس الوزراء، يعني الحقيقه ولا فنيا ولا سياسيا ولا اي حاجه. فكان في مجموعه وزراء ابعد ما يكون عن بس هو التوجه اللي حضرتك كنت بتقول عليه مثلا. يعني احنا كنا نعرف ايامها انه مثلا وزير زي وزير الشباب اللي هو اسامه ياسين مثلا